خلينا هلا ننتقل لمحطتنا التالية مع التميز والإبداع، لكن ببصمة سورية. فقد انطلقت أمس الأول التصفيات النهائية لمنافسات الأولمبياد العلمي السوري المركزي لتحديد الأوائل على مستوى سوريا للموسم العلمي 2017-2018. ويعني تم إعلان أسماء الفائزين بالمراكز الأولى خلال حفل مركزي احتضنه يوم أمس دار الأسد للثقافة والفنون، وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بكل مادة علمية فيما يأخذ العشر الأوائل بكل مادة طريقهم للفرق الوطنية لحتى يبدأ تأهيلهم وتدريبهم ليمثلوا سوريا بالأولمبيادات العالمية المقررة بالصيف القادم. وللحديث أكثر بشكل موسع عن الموضوع بستنى نرحب بالأستاذ مالك حمود المدير الإعلامي في هيئة التميز والإبداع وأيضا الأول في سوريا في مادة الرياضيات عبد الكريم سعد رمضان. سعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم وألف مبروك. يبارك عمركم ومبروك للإخبارية 3 سنوات على الانطلاقة. دموع محلها كانت لأنه دموع التوتر ودموع، ولكن هلأ دموع الفرح دموع النجاح. شريك أساسي أستاذ مالك معنا. عشنا التجربة سوا، عشنا الحمد لله النجاح سوا، وإن شاء الله مستمرين سوا إن شاء الله يا رب. أكيد بدنا نقول لك ألف مبروك أستاذ مالك. خلينا نحكي شوي عن التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لتحديد الأوائل على مستوى سوريا للموسم العلمي. يعني هو التقليد السنوي دائما بمطلع عطلة الربيع أو العطلة الانتصافية بالنسبة لطلاب المدارس، دائما هي ذروة اختبارات الأولمبياد العلمي السوري. الأولمبياد العلمي السوري اللي هي تجربة حلوة كتير، تعدى مرحلة التجربة، صار مشروع وطني علمي شبابي استراتيجي كبير فرض نفسه، صار في رؤية استراتيجية، صار في عمل على أرض الواقع، وصار في آفاق، وبلشنا نتلمس ثماره حاليا. دائما تبدأ تجربة الأولمبياد العلمي السوري، أو بالأحرى خلينا نقول دورة عمل الأولمبياد العلمي السوري، مطلع العام الدراسي. سنة كانت الرقم قياسي وغير مسبوق، بلغ 54,000 شاب وشابة من كل محافظات القطر للصف العاشر بكل من علوم رياضيات فيزياء كيمياء معلوماتية علم الأحياء، تنافسوا على مستوى المدارس، أوائل المدارس لمستوى المناطق، أوائل المناطق لمستوى المحافظات، أوائل المحافظات يلي هن النخبة وصلوا للنهائي. بالنهاية كانت المنافسات على مدى 3 أيام تختلف، هون صار في تنافس نوعي، بيتم تعامل مع الحدث بطرق طريقة أخرى من كل الجوانب. يعني استضافة الطلاب كان بفندق الشيراتون على مدى 3 أيام، الغاية منه يكونوا قبل بيوم يرتاحوا جسديا وذهنيا، يكون مهيئين مركزين لأنه قدامهم اختبارات على مستوى عالي 3 ساعات ب3 ساعات. هلا بيحكي لكم عبودة، يعني تفوتي على القاعة بتشوفي العصف الذهني في أوجه عند هالطلاب هدول، عند لأنهم طبعا هني صعبة، بتصور كان صعبة كتير الأسئلة عليهم، ولكن ما في شيء مستحيل عليهم. المهم بالنهاية هي عبارة عن عدة أحداث للوصول للنخبة على مستوى سوريا، يعني اللي هن خلاصة جيل جديد. دائما الأولمبياد العلمي السوري بيدخل جيل بنودع جيل من خير شر، لأنه هو اللي طلاب مرحلة التعليم الثانوي. فنحن هلأ قدام جيل جديد من الطلاب العاشر، ولكن لفتوا نظري هذا الجيل يحمل كذا علامة تميز. يعني بتشوفيهم متميزين بالعلم، متميزين بالرياضة، يعني شفت عدة مواهب رياضية عم نشوفهم ضمنه، هذا بيعطي حالة التكامل وبيعطي نظرية العقل السليم بالجسم السليم. وهون شفنا أحد النماذج الرائعة اللي كانت امبارح عم تتوج وتتألق اللي هو عبودة. يعني عبد الكريم سيد رمضان تم إعلان هالاسم كالفائز الأول على سوريا بمادة الرياضيات، وتطلع اسمك شو حسيت؟ شعور ما بيوصف صراحة. يعني كنت متوقع أني أطلع من 10 الأوائل، بس ما كنت متوقع أني أفوز مركز الأول. يعني ما كنت حاطط ببالك، بس خلينا نحكي يمكن عن الامتحان، كيف كانت الأسئلة، كيف قدرت فعلا مثل ما قال الأستاذ مالك أنه الأسئلة كانت صعبة، فيها عصف ذهني كتير كبير، يمكن فيها مجهود فكري خلال 3 ساعات. يعني أسألي كم مسألة كانوا، كم مسألة أنا كنت عم تسمع عليكم تحت الهواء عم تقول له كم مسألة حليت لي الكل، فعم يقول لك إيه الكل كم مسألة حليت. لا والله حليت 5 من أصل 8. خمسة كم قديش أكلوا أخذوا معك وقت؟ تقريبا الوقت الكامل يعني 6 ساعات. خلال كل مسألة قد ايه بدها؟ حسب، يعني إذا بنحسب المسألة إنه بدها وقت للتفكير وبدها وقت للكتابة.
ففي مسائل كان بدها تفكير اقل كتابه اكثر، مساله بدها تفكير اكثر كتابه اقل، متوسط يعني ساعه تقريبا. حسيت يعني ماده الرياضيات اساسا هي ماده صعبه، بس كيف حسيت الاسئله صعبه كثير؟ لا انا كان عندي اطلاع على اسئله الدورات السابقه يعني معظمهم تقريبا كنت عم حلهم، بس فالاسئله هي اجت يعني تقريبا على نفس النمط فما كثير حسيت بالتغير. طبعا الاسئله كثير صعبه اكيد، بس مثل النمط تبع المسائل السنه الماضيه. تمام استاذ مالك، يعني دائما الاولمبياد العلمي السوري بتقدم وتميز، وهيئه التميز والابداع عندها استراتيجيه معينه بتمشي فيها فيما يخص الاولمبياد العلمي السوري، شو الجديد يلي انطرح هذا الموسم؟ دائما في تجدد مثل ما تفضلتي. السنه كان التعامل بدءا من اللجان العلميه، تم تعزيز اللجان العلميه المشرفه على طلاب الاولمبياد العلمي السوري. طبعا عندك الاشراف هو بيكون وضع اسئله الاختبارات، وضع برامج التاهيل والتدريب سواء الفرعيه او المركزيه، الوضع الخطه العلميه العامه والمنهاج العلمي العام، لانه الاولمبياد العلمي اسئلته ما يعني منهاجه لا يوضع في كتاب محدد، لانه هي عمليه تحليل. فكريه تحليليه، ولكن توضع محاور. اللجان العلميه كثير مهم انه تكون من اهم خلينا نقول نخبه الدكاتره او العلميين بالتعليم العالي باهم المراكز البحثيه سواء مركز البحوث او هيئه الطاقه الذريه او الاستشعار عن بعد. هالنخبه هدول هن اللي بيحطوا خلاصه فكرهم وعلمهم وتجاربهم العالميه والمحليه كلها لخدمه هالطلاب هاد. فهالسنه كان في عمليه تعزيز واضافه اسماء مهمه، وعلى سبيل المثال بقول لك بماده الرياضيات تم دعم اللجنه العلميه بالدكتور عمران قوبه يلي هو اسم غني عن التعريف بماده الرياضيات، وبصراحه حتى يمكن عبد الكريم بيعرف يعني فورا مجرد قلت له دكتور قال لي مؤلف الكتاب الذهبي بالرياضيات. يعني هذا هي نقطه كثير مهمه، التعامل مع استراتيجيه المشروع كان نقطه كثير مهمه ثانيه، مسويه الاسئله وطرائق. خاصة انه يعني يمكن ذكرنا احد الدكاتره انه بيتم تحضير الاسئله يمكن بتاخذ وقت 3 شهور، يعني لانه هي فيها كثير تركيز وتحليل، وخاصه الاسئله ما لازم تتكرر تماما، يعني ما لازم تتكرر 15 20 سنه. هي نقطه كثير مهمه، ما لازم تتكرر. بعدين يمتاز الاختبار الاولمبياد العلمي السوري اختبار المركزي دائما انه مماثل للاختبارات العالميه، مماثل بالتنظيم. يعني يمكن شفتوا بالقاعه الرقي المكان، طريقة التنظيم، التعامل مع أدنى الأمور ودقائق الأمور كان كتير مهم هذا الكلام، زائد المحتوى العلمي، لأنه الطالب إذا ما عاش صعوبة الأسئلة هون بده يطلع على العالم ينصعق بصعوبته هون. وهذا اللي بيسألك عنه أستاذ مالك، لما نحن عم نحكي مثل ما قلت ما في منهاج يمكن للأولمبياد، هو بيعتمد على مخزون فكري، مخزون تحليلي للطلاب، فقديش فيها فعلا صعوبة، خصوصا عم تقول أنه هالسنة كان يمكن المشاركة مميزة، عم نحكي عن أكثر من 54,000 طالب، فعم نحكي كمان يعني عم نتفاجأ سنة بعد سنة بالإمكانيات الموجودة عند الطلاب اليوم. هالسنة كمان في نقطة كثير مهمة، هي عملية مشاركة الطلاب القدامى بالأولمبياد يلي شاركوا عالميا بتأهيل وتدريب زملائهم الجدد. وبيحكي عبودة شلون كان عم يدربوهم واستفادوا منهم. يعني لما بيجيكي طالب مشارك عالميا بيقولون أنا بالعالمي حليت المسألة الفلانية، نحن واجهتنا المسألة كذا، الحالة كذا، فهذا كتير فادهم للطلاب. وهي من الشغلات الجديدة بالأولمبياد العلمي على الموسم 2017-2018. يعني يوم أمس من هالمكان من دار الأسد للثقافة والفنون كان حفل التتويج لختام هالموسم للأولمبياد العلمي السوري، خلونا نتابع كيف كانت الأجواء مع زميلتنا سلمى عودة. بحماس وأسرار وكثير من الأمل وصل
نخبة من طلاب الأولمبيات العلمية السوري من كافة المحافظات إلى دار الأسد للثقافة والفنون إلى تلك اللحظة التي انتظروها طويلاً. تضمن حفل تتويج عرض لفيلم عن الأولمبيات وعرض لتجربة من أحد الطلاب. أنا ابن الأولمبياد العلمي السوري وابن المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. من 7 سنين كنت صف 10، كنت عم بحضر التلفزيون بشوف الشريط الأخباري إعلان الأولمبياد العلمي السوري لمواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات. الاسم كتير شدني وجذبني، بدون أي تردد اخترت مادة الفيزياء. قدم كورال نهاوند عدد من المقطوعات الفنية قبل تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في الأولمبيات العلمية السوري لهذا العام. من حلب محمد فؤاد المعين. كل ما عم تتطور عملية الأولمبيات وتوسع الشريحة والجوائز موزعة بين كل المحافظات مثل ما شفنا، واللي شاركوا من كل المحافظات حتى من محافظة دير السور الطلاب اجت، ويعني على السفر 11 ساعة لكن كانوا مصرين يجوا يقدموا امتحاناتهم. فألف مبروك للفائزين ولمستقبل أفضل لهم للجميع. عام بعد عام بأثبت الأولمبياد العلمي الحقيقة صوابية الخطوات التنفيذية اللي بيشتغل فيها وضمن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الأولمبياد العلمي وفي ظل الرؤية العامة لهيئة التميز والإبداع. أنا اسمي بتول محمد، مادة علم الأحياء. كتير تفاجأ كتير يعني إنه المركز الأول كتير شيء عظيم وما كنت متوقع هيك مرتبة أبدا، بس كتير تعبت على حالي وطلع كتير نتيجة مفرحة. وبنصح أي حدا إنه ما يتعب على طول ويشتغل على نفسه بيطلع منه أكيد. تجربة الأولمبياد تجربة كتير كتير حلوة، بتغير نمط التفكير لتفكير عملي غير نمط التفكير التقليدي اللي عم ناخده بالمدارس. الأولمبياد هو فكرة كتير رائعة، والأولمبياد هو عبارة عن طموح أكبر فأكبر، لا ما بنقدر نوقف عن أي حد. ممكن هلا أنا نجحت طموحي الآن إلى العالمي، نحب إنه نحن نرفع علمنا بالمحافل الدولية والعالمية. متوجون بالغارة سفراء سوريا الجدد نحو منصات الأولمبيات العالمية. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عودة. كنا عم نتابع مع بعض أجواء الامتحانات وكيف كانت التحضيرات للأولمبياد العلمي السوري. خلينا نحكي معك، كيف كان شعورك لما شفت هدول المشاهد وشو طموحك يعني تشارك بالأولمبياد العالمي؟ إن شاء الله نشارك بالأولمبياد العالمي ونجيب ميدالية ذهبية. يعني لهلا مع أنه سوريا ما شاركت بالأولمبياد العالمي إلا من بضع سنين، وعمر الأولمبياد العالمي أكثر من 50 سنة، ومع ذلك كان في دائما مراتب ميداليات في مراتب عاليه، فان شاء الله بنجيب ميداليه ذهبيه. بدي اسالك انا، كيف عرفت بالاولمبياد؟ مين دلك عليه؟ مين شجعك تدخل فيه؟ هلا من وقت كنت بالمرحله الاعداديه كنت مهووس بالرياضيات وكل من بيعرفني بيعرف هذا الشيء، فعن طريق الانترنت كنت بطلع دائما على مقالات او شغلات مقالات علميه عن الرياضيات، فلفت انتباهي الكتاب الذهبي للدكتور عمران قوبة وكان هو اول شيء بقراه عن الاولمبياد العلمي السوري، على الأولمبياد العلمي بشكل عام. ومن خلاله عرفت على الأولمبياد العلمي السوري. وقت صرت صف 10 المدرسة مدرسة السعادة شجعتني كتير إني شارك، رفقاتي شجعوني إني شارك والحمد لله شاركت. أستاذ مالك، يعني عم تطلع هيك بعينك في نظرات من السعادة والفخر بالطلاب السوريين اليوم بالأولمبياد. قمة الفخر، قمة الفخر، لأنه نحن بنعيش معهم الطلاب الأولمبياد بيجونا بنعيش عمر 3 سنوات. الطالب بيجي أول ما بيجي خجول بسيط، يا دوب يحكي 3 كلمات والرابعة خلاص انتهى الكلام. بس بيكون عنده ذهنية عالية، خلال سنة سنتين ثلاثة بيفرق علينا كتير، بيفرق علينا اجتماعيا، تتنامى شخصيته اجتماعيته علاقاته طلاقته حديثه زائد فكره، لأنه بيستفيد كتير. وبصراحة هذا المشروع هو بيشتغل على مشروع نخبوي خلينا نقول علميا،
بيبحث عن هالنخب هاي. أنا كل ما أتمنى من عبد الكريم وكل زملائه هالنخبة هدول دائما طالما البلد عم تعطيهم وتاخذ بيدهم وترعاهم وتقدم لهم كل سبل استمرارية التميز لدرجة الإبداع والتألق، أنا كل ما أتمنى الأساسي. يعني من المشروع مع ظروف الحرب اللي عم نعيشها عم نشوف شباب مبدع متميز عنده فكر خلاق، هذا اللي بيميز المشروع اليوم برعاية هدول الشباب، مشان نشوف الشباب السوري بغير مطرح، لا عم نشوفهم بمجالات جدا تماما مهمة، عم يرفعوا علم سوريا بجميع المحافل الدولية العالمية، فهي نقطة كتير مهمة اليوم في ظل الحرب اللي عم نعيشها. والأهم من هيك إنه هو مشروع استراتيجي بنائي، هو يعمل لبناء سوريا المستقبل. أنا كل ما أتمنى من عبودة وزملائه المتميزين إنه ما نجي تجي اللحظة يلي يروح وقت النقطة المفصلية بالدراسة الجامعية انه يختار اني انا بدي ادرس ماده الرياضيات اللي انا بعشقها مثل ما قال بعشقها من المرحله الاعداديه، انه يدخل فيها ويلاقي مستقبله، لانه نحن بحاجه لبروفيسور وعالم بالرياضيات، لانه قدامهم الافاق كبيره، وهلا صار في افادات داخليه وفي منح دراسيه، وهذا الشيء على مستوى عالي تقدم لهالطلاب هدول لحتى يشوفوا مستقبلهم، وما كله راح يكونوا اطباء ومهندسين، لانه نحن لما بيكون عنا انسان عبقري مثل هالشباب هدول وبياخذ مجاله العلمي بالمراكز البحثية المسخرة لهم، هون بنكون عن ساهمنا فعليا ببناء سوريا المستقبل بعقول هالشباب الحلوين. بالتأكيد. يعني أستاذ مالك، لكل الأشخاص يلي حابين يعرفوا بيشوفوا أنه الطلاب تميزوا وتفوقوا، لكن ما بعد هالمرحلة شو المراحل يلي ناطرتهم؟ أكيد هيئة التميز والإبداع إلى استراتيجية وإلى برامج أيضا ممكن الطالب يستمر بالعلم والتفوق والتميز والإبداع ضمن هالهيئة. هذا الكلام اللي لمسناه وشافوه كل من كان حاضران أو حاضر لورشة العمل للأولمبياد العلمي السورية اللي أقيمت من شهر. من شهر كان الأولمبياد العلمي عم يدخل بمحطة كتير مهمة واستراتيجية، هي دعوة كل طلاب الأولمبياد السابقين يلي هلا صاروا سنة رابعة وخامسة جامعة وبالمراكز البحثية عم يدرسوا، إنه لنحكي كيف نقدر نستفيد من خبرتكم بتأهيل وتدريب طلاب الأولمبياد ورسم استراتيجيات. أعطونا ملاحظاتكم ورؤيتكم، لأنه بتبقى الأفكار الشابة من وسط الحدث كمان إلى روحية وإلى رؤية مهمة كتير. فكان حضور للسيدة أسماء الأسد راعية المشروع والراعية دائما للتميز والإبداع والمواكبة لكل خطواته ومحطاته، فكان إلى حضور كتير حلو ومهم، وتحدثت بنهاية الورشة بعد حضورها على مدى 3 ساعات للورشة وإصغاء لكل ملاحظات الطلاب وكل مقترحاتهم ومداخلاتهم، قالت كلمة عبرت فيها أنه نحن خلينا نفكر للمستقبل، خلينا نفكر بال2020. نحن إذا بدنا نرجع نلتقى ونفس الوجوه اللي قاعدة، نفس الإدارات، نفس الكوادر كلها، بنكون ما عملنا شيء. فالعملية المشروع فيه تجدد. يعني هي رسالة أنه الطلاب المتميزين اللي حاليا هن طلاب، نحن لازم بعد 10 سنوات يكون هنا اعضاء باللجان العلميه التدريسيه، اعضاء باللجان التنظيميه، اعضاء بالهيئه، لانه الشباب العلمي لازم ياخذ مجاله ولازم ياخذ مساره، وبالنهايه هي عمليه تغذيه وروافد بالطاقات الشابه والكفاءات المبدعة. شو بدنا أحلى من هيك؟ تمام. يعني احتضان هدول المواهب يمكن والفكر المبدع في سوريا، هون المهم عم نحكي عن بناء سوريا، والأحلى من يعني الفكر، يعني الفكر المبدع يهاجر برات البلد، لا رعايته داخل البلد، هي نقطة كتير مهمة. هذا اللي بدي أقول، يعني معظم، يعني خليني أقول لك بصراحة، غالبية المتميزين بالأولمبياد العلمي السوري ما زالوا يدرسون ضمن جامعات والمراكز البحثية بسوريا، رغم إنه أهم الجامعات ودائما يتم الإعلان من أهم الجامعات ومن جامعة واترلو على سبيل المثال اللي ترسل دائما منح دراسية لاستضافة طلاب الأولمبياد العلمي السوري المتميزين، ولكن الرائع أنه ما زالوا ضمن سوريا ويدرسون ضمن الجامعات والمراكز العلمية السورية. ومنهم كان طالب غدير اللي ألقى كلمة الطلاب المتميزين، حكاية رائعة، طالب من خريج الأولمبياد العلمي السوري حاليا أو من أوائل الطلاب على المعهد العالي للعلوم التقنية العلوم التطبيقية والتكنولوجيا،
خمس سنوات هو الأول على الدفعة. ما شاء الله الله يحميه أكيد ويحمي لهالبلد. 94.4 معدل، وهذه المعدلات النادرة، هذا ثروة للبلد. نتاج الأولمبياد العلمي السوري تمام. وخاصة يعني عم يكونوا من جميع المحافظات السورية، عم يكون في لهم حضور وإبداع وتميز بعلمهم باختصاصات معينة. نحن نقول نحن فخورين كتير فيك، ألف مبروك، وإن شاء الله دايما بتحقق مراكز عالية وبتوصل لطموحك وهدفك. ومشكور كل الجهود اللي عم تبذلوها أستاذ مالك، ودايما بنتأمل باستمرار العطاء اللي عم تقدمه. إن شاء الله طالما في دعم لازم العطاء يقابل بالوفاء. إن شاء الله. أكيد نتشكركم على وجودكم معنا، نتمنى لكم التوفيق على كل الجهود المضاعفة والمبذولة اللي عم تقوموا فيها بالأولمبياد العلمي السوري. شكرا كثير لكم. شكرا لكم.